السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو مع قناتكم YTDZ. كما عودناكم خاوتي احنا دائما نجيب لكم اخبار الجزائر وايضا نعطيكم راينا احيانا في المواضيع. الان في الاخبار وزير التجاره راه زعفان بزاف، راه زعفان من قانون دار الرئيس عبد المجيد تبون بنفسه. نعم خاوتي، وزير التجاره الان راه يدبز مع الناس اللي تستورد البقوليات، امر غير منطقي صحيح؟ دوك تعرفوا كامل التفاصيل. في الاخبار ايضا المغرب تقوم بالمستحيل لافشال انضمام الجزائر للبريكس. اخيرا في الاخبار المغرب يبرم تحالفا جديدا سيدمر افريقيا. صحيح خاوتي، كل هذه المواضيع انا نهضر عليها صحيحه، بصح باش تعرفوا كامل التفاصيل طبعا لازم تبقاو حتى الاخر. وقبل ما نبداو الفيديو خاوتي راكم تعرفوا الكود، ادعموا اخوكم بالضغط على زر الاعجاب وايضا شاركونا رايكم في التعليقات. ربما تلقانا ما نتفاعلوش مع التعليقات ولكن انا نقرا جميع التعليقات بشكل باش تعطينا مفهوم على المتابعين تاعنا. شكرا لكم خاوتي. في الخبر الاخر الاول انا هضر على موضوع مثير للاهتمام وغريب نوعا ما خاوتي. وزير التجاره راه زعفان بزاف، عليه راه زعفان، ماهوش زعفان من المضاربين وماهوش زعفان من الناس اللي تحتكر، لا لا، راه زعفان من الناس اللي تستورد البقوليات. وقال باللي هذو الناس اللي راهم يستوردوا في البقوليات راهم يخلوا المنتوج المحلي ما يتباعش، يعني يتكسر. لكن خاوتي نقدر نقولوا باللي هذا الامر لا اظن انه صحيح، لانه في الحقيقه راهي كاينه ندره في ماده البقوليات الجافه، الامر اللي خلى اسعارها ترتفع، ايضا الامر اللي اضطر بعض التجار الى استيرادها. وايضا خاوتي رانا شفنا التكنيك اللي انتهجتها الجزائر في وقف الاستيراد، استفاد الاقتصاد الجزائري في الكثير من الامور، لكنه من جهة اخرى تضرر كثيرا وتضرر بزاف خاوتي في الكثير من النواحي الاخرى، مثلا السيارات على بالي الغنية نظل نعاود فيها خاوتي، ولكن شوفوا السراكي حبست الجزائر استيراد السيارات، بلادك ما تنتجش السيارات خويا، على راك تحبسنا في الاستيراد، كيما حبسوا الاستيراد الناس ولات تبيع لك خردة بميتين مليون. نفس الامر بالنسبة للبقوليات خاوتي، كل شيء في السوق يمشي بقانون العرض والطلب، هذا شيء بديهي في التجارة خاوتي. وكنت اذا شفت باللي البلاد تاعك ماش تنتج الكمية الكافية من البقوليات راح تضطر تستورد، هذا ما يقوم به التجار، على راهم يستوردوا لانهم رماركيو باللي راه كاين طلب كبير على البقوليات. لكن هذا الامر ما عجبش وزير التجارة، طبعا خاوتي هو وزير التجارة يعرف خير مني. وزير التجارة قال خلال إشرافه على عملية إطلاق سلسلة إنتاج جديدة لإنتاج السكر، لأنه هذه الأيام خاوتي راه في حرب مع الناس اللي رايت يعني تضارب بالسكر وما إلى غير ذلك، قال لك وخلال سلسلة إنتاج جديد موجه للاستهلاك من السكر العائلي ببومرداس، قال أن بعض من كانوا يستوردون البقول الجافة يريدون خلق مشكل حتى نعود للاستيراد وقتل الإنتاج الوطني. كما قلت لكم خاوتي احيانا الانتاج الوطني ما يكفيش، الامر اللي راح يضطر الاسعار ترتفع لاسعار خياليه. ايضا اذا كان استيراد البقوليات يعني مسموح به في القانون الجزائري فالله غالب، خاصكم تبدلوا القانون باش تمنعوا هذا الامر. ما تقدرش تجي للتاجر تقول اسمع باكا ما تستورد، هو عنده لوطوريزاسيون باش يستورد. لكن خاوتي توما واش راكم في هذا الموضوع؟ واش راكم في هذا الحل؟ الوزير هنا منين راه يشتكي؟ يعني الحل، ما هي الجذور تاع الحل هذايا؟ خبرونا لكم في التعليقات. هل ترون ايضا ان وزير التجارة الجديد هذا الطيب زيتوني يعني وزير راه يتعامل مع المشاكل بشكل جيد؟ خبرونا لكم في التعليقات. الان خلونا نروحوا للخبر الاخر. في الخبر الاخر الان راح نبداو نهضروا على المخزن الملك خاوتي، نعاود نفكركم ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب وايضا شاركونا لكم في التعليقات. الان المغرب راه تقوم بالمستحيل لافشال انضمام الجزائر الى البريكس، ويعني حقا المسؤولين المغاربة والمخابرات المغربية مؤخرا هبلت حول هذا الموضوع، لأنه حتى المغرب حاولت تنضم إلى البريكس. نعم هذا كان طلب رسمي خاوتي، تقدروا تحوسوا عليها في الكثير من المواقع، يعني حتى قناة RT الروسية تحدثت على هذا الأمر عن رغبة المغرب في الانضمام إلى البريكس، لكن مؤخرا المغرب قالت أنا عمري ما أرغبت في الانضمام إلى البريكس، يعني راهي مخلطة. لكن الآن راهي تحاول تدير بعض الأمور لإفشال انضمام الجزائر إلى البريكس، يعني راهي تقوم بمناورات غريبة. الآن تنطلق الثلاثاء كما على بالكم خاوتي أشغال قمة البريكس اللي راح تقرر من خلالها الدول الأعضاء الجديدة، يعني التوسعية للمجموعة من عدمه، يعني راح يقرروا أعضاء دول البريكس
اذا راهم راح يقبلوا اعضاء جدد هذا العام ولا راح يخلوها 5 دول حتى الان باش يزيدوا يريفيزيوها اكثر. وفي هذا القمة اللي راح يقيموها في جنوب افريقيا راح يشارك وزير المالية العزيز فايد في اشغال القمة. ايضا في هذه القمة خاوتي تم رفع حضور ماكرون، وايضا راح يكون وزير المالية ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون. لكن فجأة الناس اللي كانوا راح يحضروا راح يقيموا هذا الاجتماع سمعوا السردوك بدا يعيط ملهيك. شكون السردوك خاوتي؟ المغرب. فجأة وحدها بدأت تعيط وبدأت تلقي الاتهامات، تلقي هذه الاتهامات الغريبة بشكل غريب جدا. عندها مشكل ليس مع الجزائر فقط وإنما مع جنوب إفريقيا. يعني بدأت الرباط تتهم بريتوريا، يعني هي رئيسة اللي راح تقيم تاع البريكس تاع جنوب إفريقيا، بدأت تتهمها بموجة من وابل من الانتقادات لجنوب إفريقيا، لأن جنوب إفريقيا على حسب المعلومات رفضت حضور المغرب لهذه القمة. بعد المغرب زعفت قلت لها أنا حتى ما قمت بتقديم أي طلب للحضور. لكن خاوتي نهار اللي يديروا لي فيزيو نبداو نرجعوا للدور نكتشفوا باللي علاه المغرب راهي زعفانة من جنوب إفريقيا، لأن جنوب إفريقيا والجزائر اتحدوا باش يطردوا إسرائيل من قمة إفريقيا. وهذاك الطرد كان مهين جدا لدرجة أن وسائل التواصل الاجتماعي وخلال أسبوعين متتاليين كانوا يحكوا على هذا الحدث كأكبر حدث مهين صار لإفريقيا في صار لإسرائيل في المحافل الدولية. طبعا المغرب كونها كلبة إسرائيل رفضت هذا الأمر لأنه حست البزقة جت في وجهها هي أيضا. من ذاك النهار ولا عندها عدو جديد هي جنوب إفريقيا بالإضافة إلى الجزائر. لكن رغم كل هذا خاوتي الى ان المغرب في الخفاء ما زالت حابة تنضم الى مجموعة البريكس، حيث قامت المغرب مع بالتواصل مع نظيرتها الهندية وهي جزء من البريكس ما على بالكم، ودرست احتمالية انضمامها الى المجموعة الاقتصادية البريكس. خاوتي تم وشاكم في هذا الموضوع. ايضا خاوتي نسيت نقولكم حاجة مهمة جدا، الشيء اللي خلى المخزن زعفانة بزاف واتهامها لجنوب افريقيا هي ان جنوب افريقيا سمحت للصحراء الغربية بحضور هذا الاجتماع. اما الان المخزن قال جنوب افريقيا راكي تعرضي كيانات غير محترف بها، غير محترف بها من طرف شكون خاوتي؟ غير من طرف المخزن برك، من طرف المخزن واسرائيل، دولتين قادرتين في العالم. والمغرب شمت باللي الجزائر عندها دخل في هذا الموضوع، لهذا لا يدير هذه المشاكل. هذا هو موضوعنا لهذا الخبر خاوتي، مش هنطول لكم اكثر فيه. اما بخصوص الموضوع الاخر حول المخزن، فالمخزن ابرم تحالفا جديدا سيدمر افريقيا. ما هو هذا التحالف وكيف سيدمر افريقيا؟ الان اتهمت جبهة البوليزاريو المغرب بابرام تحالف مشبوه هدفه زعزعة امن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل الصحراء باكمله. وايضا حذرت البوليزاريو من انتهاج المغرب لسياسة توسعية، يعني مش راح تدي الصحراء الغربية فقط وانما راح تروح وتزيد تاكل شوي من موريتانيا. وجاء في بيان للبوليزاريو في رسالة كانت موجهة لرئيس الصحراء الغربية ابراهيم غالي الاتي: جددت الجبهة التحذير من العواقب السياسية العدوانية والتوسعية لدولة الاحتلال المغربي ودعمها وتشجيعها لعصابات جديدة منضمة والجماعات الإرهابية ما تبرمه من تحالفات مشبوهة لتمرير أجندة أجنبية تخريبية. يعني قالت باللي الآن المخزن راح تقوم بإبرام اتفاقيات مع جماعات إرهابية، يعني شغل مرتزقة راح تخلصهم باش تقوم بعمليات توسعية في مكانها. وبهذا البوليزاريو اتهمت المخزن أكثر بأنها الآن أصبحت مصدر خطر كبير يهدد أمن واستقرار ليست المنطقة هذيك الغربية فقط، يعني تاع الصحراء الغربية وموريتانيا، وإنما يهدد أمن واستقرار شمال إفريقيا كاملة كونها تستعين بقوى إرهابية مثل هذه. أيضا اتهامات البوليزاريو إلى المخزن ما حبستش هنا، بل قالت بلي راه تقوم بإبرام اتفاقيات ليس مع فقط مع هذه الجماعات الإرهابية، وإنما راه تقوم بإبرام اتفاقيات مع الكيان الصهيوني المغتصب لأراضي فلسطين أيضا، باش تستعين بقواتها باش تتوسع المخزن أكثر في هذه المنطقة. ثم خاوتي واش رايكم في هذا الموضوع؟ فرايكم ما الذي يجب على الجزائر أن تقوم به؟ هل ترون أنه يجب على الجزائر أن لا تتدخل مثل ما يتفعل الآن مع النيجر، ولا ترون أنه حان وقت التدخل؟ خبرونا لكم في التعليقات.
كما شفتوا خاوتي رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم الفيديو وكم عارفين ايش ديروا ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، كل هالامور راح تدعمنا نصدر الحملات السينيال. شكرا على المشاهده والى اللقاء.